علاقتك بشريف اكرامي عامله ازاي؟ اخويا بحبه جدا. في احترام بيننا متبادل. عشره. انا من 2009 2010 واحنا مع بعض اكتر من 7 سنين. وكنا مع بعض في الناشئين، مرحله الناشئين قبل ما يحترف ويرجع. لا بحبه جدا ومفيش اي حاجه، هي منافسه شريفه بيننا. ولما بيلعب ببقى في ظهره ومسانده، وانا لما بلعب بصراحه هو بيبقى في ظهري ومساندني. وفي الاخر احنا بنجتمع عشان نخدم النادي الاهلي، فلا العلاقه فيها احترام متبادل جدا. هو اخويا.